السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد ومجموعة من الميداليات. طبعا هنكمل مشروع ميداليتي. احنا عندنا مجموعة كبيرة على القناة، ميداليات صغيرة أشكال كتيرة، عصافير وحاجات كتير وسحلفة وحاجات كتير جدا موجودة على القناة. هنكمل مع بعض مشروع ميداليتي، بس هنعمل الحروف بالإنجليش. تمام، هنبدأ مع بعض. حرف الـ A. حرف الاي بسيط وسهل بالشكل ده، ممكن تعمليه على طبقتين، ممكن تعمليه على طبقه واحده، بس انا عملته على طبقه واحده عشان يبقى خفيف ما يبقاش تقيل مع المفاتيح. الطريقه سهله وبسيطه. هنعمل مع بعض كل الحروف ان شاء الله ورا بعض، بس لو حد مستعجل على حرف معين اكتبه لي في التعليق واحنا نعمله مع بعض على طول. يلا بينا نبدا مع بعض نعمل حرف الاي. يلا بينا، ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنبدأ نعمل أول حاجة ثلاث سلاسل. ادي واحد اتنين تلاتة. هلف الخيط وأدخل في أول غرزة وأعمل غرزة عمود مش كاملة، هطلع من أول حلقتين. لحظة معلش، عيد تاني. ادي أول غرزة، تاني غرزة، تالت غرزة. هلف وأدخل في أول غرزة واعمل عمود مش كامل، هطلع من حلقتين بس واسيب حلقتين. هلف وادخل في نفس الغرزة مرة تانية واطلع من حلقتين، وبعدين اطلع من الثلاث حلقات كلهم مرة واحدة، اللي هي غرزة البونبون اللي احنا بنعملها. بعد كده هرتفع سلسلة اتنين تلاتة. هلف وادخل في اول غرزة، اعمل عمود مش كامل، بعدين هلف وادخل في نفس الغرزة ثاني، اعمل عمود مش كامل، وبعدين اطلع من الثلاث حلقات. تاني هعمل سلسلة اتنين تلاتة، هلف وادخل في اول سلسلة، اطلع من حلقتين واسيب حلقتين على الابرة. هلف وادخل في نفس المكان واطلع اخد حلقتين، كده فاضل معايا ثلاث حلقات، هلف واطلع منهم كلهم. تاني هنعيدها تاني مع بعض. هعمل سلسلة اتنين تلاتة، بلف الخيط وادخل في اول سلسلة هنا، اعمل عمود مش كامل، اطلع من حلقتين بس، هلف وادخل في نفس السلسلة واعمل عمود مش كامل، وبعدين اطلع من الثلاث سلاسل كده عندي. طبعا انت بتطولي الطول ده حسب الطول اللي انت عايزاه، حسب طول الحرف، انت عايزاه كبير عايزاه صغير، حسب ما انت عايزه. تمام، هبتدي ارتفع دلوقتي اربع سلاسل. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، هلف وادخل في السلسلة التالتة. تمام، وهسيب سلسلة، هدخل في اللي قبلها على طول دي، واعمل نفس برضو العمود مش كامل، هاخد حلقتين، اطلع اخد حلقتين، وهلف واطلع بنفس الطريقة. هعمل ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هلف وادخل في الرقم تلاتة وهعمل نفس الكلام اهو. اجي تاني واحدة، انا كده دخلت في الضلع التاني بتاع الحرف الاي، عملت واحد اتنين تلاتة اربعة، وفي الرابع في الخمسة عملت سلسلة بينهم عشان انا هبتدي احود كده عشان ادي الضلع التاني. خلاص دي تاني واحدة، هعمل واحد اتنين تلاتة وهعمل غرزة تانية برضو بنفس الطريقة. كده انا عندي تلاتة، هعمل الرابعة واحد اتنين تلاتة، هلف وادخل في اخر غرزة التالتة عمود بلفتين، هلف وادخل في نفس الكلام، اسحب بحلقتين واطلع من ثلاث حلقات. كده انا عملت اربعة من هنا واربعة من هنا. خلاص هلف، هعمل سلسلة اتنين تلاتة وهدخل هنا في الفراغ ده اللي هو بتاع اول الغرزة، وهعمل غرزة منزلقة
واحد اتنين تلاتة، هدخل في اللي بعدها واعمل غرزة منزلقة، هرتفع اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، هلف وادخل في الغرزة التالتة، هسيب غرزة وادخل في الغرزة التالتة واعمل برضو غرزة تاني اهو بنفس الطريقة. الغرزة دي هي اللي هتبقى الفاصل بين حرف ال A. هعمل سلسلة وهتني الشغل كده، شايفين بعد له كده اهو، شايفين اهو ادي غرزة اتنين، هدخل هنا في الفراغ ده اهو واعمل غرزة منزلقة. هاجي بعد كده سلسلة اتنين تلاتة وهعمل غرزة منزلقة. بعد كده سلسلة اتنين تلاتة وهعمل غرزة منزلقة. وبكده حرف الA خلص معانا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنقص الخيط، بتعملي انت بالطول اللي يناسبك. طبعا لو عملتي بخيط اصغر هتبقى اصغر من كده، عملتي بخيط زي اللي انا عاملاه ده وان هيبقى نفس الحجم. ممكن تعملي طبقة تانية عليه وتحشي فايبر ويبقى مجسم، ممكن تعمليه حجم اكبر من كده. هاخد الفتلتين دول كده وانا اربطهم مع بعض، وبكده بقى خلصنا حرف الايه معانا اهو، سهل وبسيط جدا وما اخدش وقت معانا. تمام، هنعمل بقية الحروف ان شاء الله مع بعض، وان شاء الله في التعليقات احنا هنمشي بحرف حرف بالترتيب بتاعهم، لكن لو حد طلب مننا حرف معين ومستعجل وعايزه يطلبه لنا في التعليق وان شاء الله هعمله لكم. كانت معاكم رضا احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.